لعل واحدة من أهم المفارقات التي ينبغي التوقف عندها لمعرفة طبيعة النظام الحاكم في البحرين وارتباطاته المشبوهة هي تلك التي وقعت بالتزامن مع مهاجمة قواته لبلدة الدراز البحرانية. فهذه البلدة التي يسكنها الآلاف من أهل البحرين الأصلاء والتي فرض عليها هذا النظام حصاراً منذ 6 شهور، اقتحمتها قوات المرتزقة الخليفية يوم أمس مطلقة نيران أسلحتها على المواطنين العزل الآمنين في منازلهم. جرى ذلك في وقت كان فيه حفنة من الصهاينة يقيمون احتفالا في باب البحرين بالمنامة، يرقصون فيه على أنغام أناشيد النصر الصهيونية التي كانت تعزف بعد كل حرب يخسرها العرب. صهاينة غرباء يرقصون في عاصمة عربية تحت حماية قوات نظامها في الوقت الذي تهاجم به تلك القوات أهل البلد الأصليين. مفارقة تكشف عن عمق العلاقة التي تربط عائلة آل خليفة بإسرائيل وبالمنظمات الصهيونية في العالم، علاقة يعود تاريخها إلى عقود خلت تقى خلالها أركان العائلة الخليفية بالقادة الصهاينة في أكثر من مناسبة. وهي تكشف كذلك عن طبيعة هذه العائلة التي باعت نفسها للأغراب وحولت البلاد إلى ثكنة عسكرية لأعداء الأمتين العربية والإسلامية. وأما شيوخ السوء فقد أعمى الله بصرهم وبصيرتهم، إذ حشدوا كل قواهم لمهاجمة البحرانيين لا لذنب اقترفوه سوى أنهم امتداد لمحور المقاومة المناهض لإسرائيل، لكنهم دسوا رؤوسهم في الرمال عن بدع الصهاينة في أرض أوال.